صباح الخير، اعمل فطار لنا بنتي. بيضتين مسخن الزيت اهو، نعمل بيض بس مقلي عشان ما بتحبش المسلوق. ده البيت أكل مع الشيف الإعلامي صهيب بركات. بيضتين مقليين، شفت أحسن من كده؟ نجيب الطبق اهو. ده البيض شوية ملح بقى. هو فين؟ طيب هنشوف الملح فين؟ اهو اهو، استنى كده. هي بتحب الملح كتير بس هي هتحط اهي. ونكمل مع بعض. البيض بتاع ندى، ودي ندى الفطار. ألف هنا، مروحتش المدرسة ليه؟ عشان وانت مستني من بطن ورايا امال يتصلوا؟ طيب يلا تاكلي بعيش؟ ما تاكلي بايه؟ حاف بالشوكة؟ انا هقول لامك، ماليش دعوه. تاكلي بالشوكة دي؟ شوكة؟ يلا الف هنا افطري. عايزة ملح تاني؟ انا حطيت لك ملح. دوق حلو؟ الف هنا. يلا اقول لهم حاجة قبل ما نقفل الفيديو. يا جماعة اعملوا قلب واشتراك وزر الزرار الاحمر. باي. ده كان يوم يعني كل يوم نادى كده لما تبقى قاعدة معايا بعملها الفطار. ليه؟ مش عارف. ألف هنا وشفا ندى، وألف هنا وشفا ليكم. تشتركوا الاكسبلور واللايك وتفعيل الجرس على قناة الإعلام السبب بركات على اليوتيوب وعلى كل منصات التواصل الاجتماعي. شكرا لكم، الحمد لله وصلنا ل 6000 متابع على الفيسبوك، وألف مبروك لينا وليكم.